الدكتورة نيفين، دكتورة نيفين خليني أسألك، إيه أكتر درس اتعلمتيه في مجال الطفولة المبكرة مرتبط بحديثنا بالحديث النهاردة عن التوكل؟ أكتر درس اتعلمته إن هو إن الله بالغ أمره، يعني بلو دايما بحس إن ربنا أمره أو أقداره هتحصل، وإحنا بس علينا إن إحنا نتوكل بقلوبنا زي ما حضرتك كنت بتقول ونسعى. يعني مفيش حاجة اسمها إنه يعني إنه أكتر حاجة اتعلمتها إن لازم يكون عندي، عشان أنا لو ربنا حطني في مكاني أسعى حتى على تنمية الأطفال، فدي أكتر حاجة حسستني بالمسؤولية، لأن هما ناس ما عندهمش القدرة على السعي، فأنا اللي مسؤولة على سعيهم، فببقى لازم أصحى كل يوم عندي خطة هعمل إيه النهاردة في شغلي أو إيه المجالات اللي هشتغل عليها. بس دايما بفتكر إن الله بالغ أمري عشان أطمن نفسي إنه زي ما أحمد كان بيقول إن النتيجة مش شرط تيجي في المجال اللي أنا مشيت فيه، بس هي هتيجي، يعني إنه هو أنا هعد ما استطعت، لكن في الآخر النتيجة مش دايما هتكون من المكان اللي أنا اتحركت فيه بس. وإنه على المرة، على المرة طفل طفل على المرة طفل ضحك لحضرتك كده ضحكة وكأنه بيقول لك أنا رزقي جايلي جايلي، فحسيتي كده باطمئنان واستمريتي في عملك بعد ما كنت خايفة وقلقانة؟ يعني هو فعلا بالعكس، انا فعلا في اطفال كتير بقابلهم، مثلا بالذات الاطفال اللي بنكتشف مثلا ان هم عندهم زي مرض او عندهم حاجه هم ولا اهلهم حتى مدركين ان ده عندهم، يعني هم حتى ما كانوش يعني بيسعوا على ان هم يعالجوا الطفل ده، هم بس مجرد بيسعوا على تربيته، فنقابلهم في سكتنا واحنا بنمر على الاطفال فنكتشف انه ده محتاج الحاجه دي، فبحس قد ايه ان الطفل ده اصلا مجرد بس ان اهله اخدوا ان هم يسعوا على، يعني يسعوا فقط على ان هم يجيبوه ويربوه ويشتغلوا بس على تغذيته، ربنا ساق اليهم لحد الحمد عندهم حد لله، يكتشف ان هو عنده مرض محتاج نعالجه او نعمل له عملية. الحمد لله على هذا التوفيق، وإن شاء الله دائما أبدا تكونوا سبب من أسباب الخير.